تاد تفضل تقدمها. اطلب تعويض 10 مليون جنيه. والباقي هقدمه في المحكمة اللي هتحكم بالعدل ما بيني وما بينها، مين اللي كذاب ومين اللي صادق. أنا عاوزة حقي. عاوزة اللي غلط وأجرم يتحاسب. الظاهر إن كان عندك حق لما قلت إن الحدوتة أكبر مني. هنخيب بقى يا رضوى؟ سيبيها. سيبيها تفوق لنفسها وتفهم الدنيا صح. طبعا كان عندي حق ولسه عندي حق. كل ده عشان اللي عمله عبد الغني؟ لو الحكايه كده يا بنتي ما تقلقيش، جوزك ابن حلال وقلب ابيض، هو بس اتفك معاكي بكلمتين مضايقينه، وهتلاقيه اخر اليوم راجع البيت ان شاء الله. هو كمان معاه حق على ايه كل ده؟ وصلنا لايه في الاخر؟ ولا حاجه. لا طبعا مش صح. انتي تاني يا رانيا؟ هنعيده تاني؟ ده انا نفسي ابتديت اشك في نفسي. تشكي في نفسك ليه؟ عامله عامله اديكي شايفهم كلهم ركابهم بتخبط في بعضها ازاي؟ هي دي لوحدها تسوى كتير قوي. تسوى ان حياتي تضيع مني واطلع خسرانه في الاخر؟ لا طبعا ما تسواش. كل حاجه هتتصلح، وعبد الغني ان شاء الله يعقل، والناس مصيرها هتصدقك، وانتي كمان يا حبيبتي انتي كمان لازم تعيشي حياتك ما توقفيهاش. يعني مثلا شوفي لك شغلانه تانيه. أنا عندي واحدة زميلتي شغالة في مستوصف، قالت لي إن هما محتاجين موظفة ضروري. خدت لك ميعاد بكرة الساعة 3 الظهر. بصي هو المكان بعيد شوية بس مش مهم، أهو أحسن من مفيش. مفيش فايدة. طول عمركم غاويين وجع قلب ووجع دماغ. مفيش واحدة فيكم بتفكر تسمعني. طب والبنت اللي بتخرج من المدرسة في نفس التوقيت هنعمل فيها إيه؟ أنا النهاردة وبكرة شغالة بالليل. دنيا إن شاء الله تطلع من المدرسة عليا. آه طبعًا. ما هو أنا بقول حاجة يا بنتي، مفيش حاجة مستاهلة، ارمي ورا ظهرك. لا والله مستاهلة يا بابا. المشكلة إنها هتفضل طول الوقت مستاهلة. رضوى يا رضوى، فين على مدى وشك؟ المكتب كان فخم وكبير اهو. كان بقى. لا سهلة سهلة. احنا هنشتغل بقى على الترويق والتنظيف والغسيل والمسيح ده في السريع، ما تقلقش. معاك كل الصلاحيات يا وافي، اتصرف بمعرفتك. ماشي، انا بس عايز منك قرشين بس عشان لو اضطريت اشتري مستلزمات التنظيف بتاع اجيب حد معايا كده يعني. ايه اللي ايه؟ جيت في دي وتعمل عايز فلوس؟ بقول لك احنا بنتكلم بقالنا ساعة. هات يا وافي اللي هتحتاجه، انا هبقى حاسبك. تبقى تحاسبني اولها؟ ماشي. Thank you.
اشترك في باقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.